انا ملي سمعت التبرع فرحت حين جات الحدانه، انا راه مسافه قريبه بيني وبين هنايا، والحلم ديالي ديما كنت باغا نتبرع، كنسمع في المدينه بعيد عليا خصني نمشي بكري وخاص شكون اللي غيوصلك وداك الشيء. دابا الحمد لله ملي جات الحدانه الحمد لله دابا راه جيت انا وجاو بناتي والحمد لله. حنا بغينا نديروا غير الخير حيت حنا واحد الوقيته نقدروا نحتاجوا الدم، اللهم حنا نتبرعوا على الناس اللي محتاجين واش حنا اللي احتاجيناه نلقاوه. شكرا لكم بزاف، هذه مبادره زوينه. واش فين تبرعتي؟ لاول مره ما كتبش، كنت دائما كنبغي نتبرع ولكن كنسمعوا في مدينه بعيد علينا. دابا الحمد لله راه جات الحدانه، علاش بنادم ما يتبرعش؟ هاد دارها هادشي هذا هو الهدف ديالي، غير سبيل الله باش انا اللي احتاجيت. وحتى انا عندي ما كنتش انا كاينين تريكتي تما واحد النهار يمشيو للسبيطار يحتاجوا الدم وداز عندنا بحال هادشي. المدرسه العليا لصناعه نسيج الالبسه جينا اليوم نعطيو الدم ان شاء الله باسم واحد الكلوب عندنا في المدرسه اون بي سان جون لي زعما كيدير لي ليسياسيون اسوسياتيف مع كاع الجمعيات هنايا في المغرب سور كازا ولا اور كازا. جينا اليوم نعطيو الدم في هذا المركز على اساس نعاونوا الناس الاخرين اللي خاصهم زعما الدم ولا اللي عندهم شي مرض ولا شي حاجه، وكنصح كاع الناس اللي قادرين زعما يعطيو الدم ولا مدارس اخرين يجيو انهم يعطيو الدم باش يتبرعوا الناس اخرين اللي محتاجين. وشكرا. تمت مبادرة بشراكة مع الجمعية المغربية للتربية و الشبيبة أميش، تمت ترتيب حملة التبرع بالدم، والحملة إن شاء الله غادي تكون ناجحة إن شاء الله. وشاكرين للسلطة المحلية كما أننا شاكرين لوزارة الصحة على القبول ديال هذا الدعوة ديالنا، الموافقه على الترخيص ديالها، وكذلك وزاره الشباب والتربيه. وكما تنشكروا الحضور اللي جا حضر معنا في هذا النهار، ونشكروا كذلك الهلال الاحمر اللي شارك معنا بالعناصر ديالو وبسيارات الاسعاف ديالو كذلك، وشاكرين لجميع الاشخاص اللي جاوا شاركوا معنا في هذه الحمله من اجل الانجاح ديالها. اليوم اليوم عندنا عمليه ديال التبرع بالدم في مركز دار شباب الازدهار. هذه العمليه هذه كتتم بالشراكه مع جمعيه قلوب الخير والهلال الاحمر والمركز الجهوي بالطبع لتحقن الدم. هذه العمليه غادي نهضر لكم على التنظيم ديالها. كتمر العمليه انه اول ما كيقوموا المتبرعين بدخول هذا المركز كيتم الاستقبال ديالهم من طرف اعضاء الجمعيه واعضاء الهلال الاحمر، كيتم التسجيل ديالهم بالادوار، من بعد كيتم القياس ديالهم الضغط الدموي ديالهم من طرف اعضاء الهلال الاحمر، من بعد كيمروا عند الدكتوره اللي كتستجوبهم باش تقصى واش عندهم شي مرض اللي كيعيق التبرع ديالهم بالدم. بعدها ذلك كيتم التبرع ديالهم بالدم، ومن بعد ما كتتم هذه العمليه كيتم اعطائهم الوجبه ديالهم ومرافقه هذه الوجبه بالدعم النفسي من خلال اعضاء الهلال الاحمر، ويتم مرافقتهم الى ان يغادروا المرفق سالمين ان شاء الله. شكرا. كنقوموا بهذه العمليه ديال التبرع بالدم، كيتقدم عندنا المتبرع وكيعطي الدم، كيعطي واحد الكميه اللي هي ماشي كثيره، يعني يقدر يعطيها اي مواطن وما يوقع عليه حتى شي ضرر، وهي فوق هذا الشيء كله هي تصدق بالدم ديالو، وهي واحد المساله اللي خاصنا كنا نقوموا بها، ومساله فوق هذا الشيء كله انسانيه. ويمكن اي واحد يتبرع خاص ما يكونش عنده لي كونترانديكاسيون، يعني شي حوايج اللي ما يخليوش يتبرع، اللي مضره بالصحه ديالو. والكميه راه ما كتضر ما والو، راه كتعتق بها مريض وفيها اجر كبير فوق هادشي كله.